التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة محبي رياضتنا العربية الأصيلة متابعي انطلاقات التمهيدي العاشر الذي يأتي في هذا اليوم على أرضية ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في إمارة دبي، مع تحديات سن الإذاعة وشواط أصحاب السمو الشيوخية المتواصلة في انطلاقات هذا أيضا الصباح. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا السادس الخاص بالإبكار الإذاعة المهجنات الأسايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نبدأ بالصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا على المقدمة الأولى في هذه اللحظات في هذه البداية الأولى، هذه التماس لسعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحباب من يعلن عن انطلاقة التماس بلمساتها التراثية على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما النغلة على المركز الثاني. وتأتي هنا الظبي، الظبي لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المدمر سالم بن مطر بن حافة الاكتبي بينما في المركز الثالث. وهذه هي الآن الواعية لهجن الرئاسة بقيادة المدمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، فيلسوف الأمتار يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث، بينما أخذ الآن اللي على المركز الرابع من الزاوية اليمنى تقدمت الوثبة محمد بن سالم بالحوتة العامري بينما الشاهنية قادمة بشعار مؤسسة هجن ند شبا بقيادة المضمر أحد شبابنا المضمرين سالم بن سعيد يقودها في عملية تضمينها، بينما أخذ الآن اللي على المركز السادس. وهذه وصلت الصايلة، الصايلة لاسمه الشيخ مايد بن محمد بن رايد المكتوم وثاني بن عبيد بن كديدة في عملية تضمينها، بينما في المركز السابع اللي تسللت بواري راشد بن شلويح بن غفان اليابري، وثامنا نشوف لي هناك اللي تقدمت هذه النوعية، نوعية خلي قادمة تتقدم في هذه اللحظة. هذه شواهين لجنة الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد، بينما في المركز التاسع اللي وصلت حشيمة سيف بن علي بن مروان الظاهري، بينما في المركز التاسع دخول عليه الآن من قبل مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء والمركز العاشر. نعم هذه الشاهنية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد اللي يتولى عملية تضمينها وتدريبها. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء والعد التنازلي للعشرة المراكز الأولى المندفعة في مسيرة هذا الشوط منذ بداية انطلاقتنا من نقطة الخمسة كيلومترات. ولكن العودة إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة، إلى التماس، إلى التماس، يتقدم راعي التماس، يتقدم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب يا الله، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني الوثبة، الوثبة محمد بن سالم بالحوتة العامري يتقدم ليقدم لنا الوثبة، بينما القادمة هذه الواعية، الواعية لهجن الرئاسة يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مضمر مرضية يتقدم في هذه اللحظة، بينما مؤسسة هجن ند الشبا قادمة الشاهنية والشاهنية على المركز الرابع والمركز الخامس لهجن ند الشبا، وسالم بن سعيد يتولى عملية تضميرهم وتدريبهن. الله، هكذا هي النتيجة، هكذا هو ندائنا للخمسة المراكز الأولى. ولكن بدينا ننحني مع المنحنى، مع المنحنى الأخير بدينا نتجه نحو خط النهاية، نحو خط النهاية. الله، والتماس
التماس، التماس على الصدارة، التماس على المركز الأول لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب. روح يا أبو هادي، روح يا أبو هادي وركز يا بن سعودي. هذا الشوط يحمل أسامي قوية، يحمل مؤسسات عملاقة في هذا العالم الساحر ومضمرين لهم التاريخ، لهم التاريخ القوي في هذه الرياضة. غادم الواعية، الواعية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن هجن ند الشبه، هجن ند الشبه. غادمة مشاهدين الأعزاء، تتقدم الشاهنية، الشاهنية وشواهين من الجانب الآخر لهجن ند الشبه. وسالم سعيد ادخيلك، ركز يا أبو سعيد، ركز مع هذا المنعطف الأخير، مع هذا الكيلو المتر الأخير. ما شوف لك حشيمة، حشيمة لسيف بن علي بن مران الظاهري وبوابة الكيلو والمتر الأخير. والتماس والله مسيطرة، مسيطرة منذ البداية، تبي تحافظ على موقعها، تبي تحافظ على الانتصار. بين هذه الأسماء، بين هذه الأسايل، اللي بتروح بينما هنا القادمة مؤسسة هجن ند الشبه التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي. دائما يقدم السلالات، يقدم النوعيات الفاخرة في هذا العالم الساحر. بينما شوف هنا الواصلة، الواصلة حشيمة لسيف بن علي بن مران الظهري. جولة الأوامر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة. التماس، التماس، بدأت هنا اللمسات، بدأت هنا اللمسات مع الأمتار الأخيرة الشاهنية لهجن ند الشبه. وسالم بن سعيد يقودها في عملية تضميرها وتدريبها. روح اللي تبغى الانتصار، ولكن هجن ند الشبه، هجن ند الشبه. والسلام يرد عن ند الشبه، وين بلقى السبق والساس الاصيل للمرة الثانية، للمرة الثانية على التوالي. تهانينا لمالكي هجن ند الشبه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا لسالم بن سعيد على فوزه بناموس. ولكن التماس، التماس، وتهانينا لهجن ند الشبه. المركز الثاني التماس لهجن، اول التماس لسعيد بن حمد بن مصلح. المركز الثالث وصلت شواهين لهجن ند الشبه. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء نتيجتنا للثلاثه المراكز.